الصوت الإعلامي لأسامة بن لادن كانت قناة الجزيرة. بيانات القاعدة أولا بأول اللي تستهدف أي مكان وبالذات تستهدف المملكة العربية السعودية كانت أول ما تصدر تصدر من قناة الجزيرة. طيب هل هذا عفوي؟ لا. ثم بعد ذلك وجد لما جاء ما يسمى بالربيع العربي وجد هنا فرصته، فوضع يده في أيدي أصحاب هذا المشروع. أصحاب هذا المشروع أرادوا نشر الفوضى في المنطقة العربية وتدمير الأوطان وتمزيق اللحمة الوطنية في كل دولنا. وضع يده في أيديهم وعرف أن الأداة الفاعلة لهذا الموضوع ورأس الحربة هو تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، ولذلك بدأ يشتغل معاهم طيب ويدعمهم.